وإلى تغريدة أخرى من حساب الهيئة السعودية للملكية الفكرية، والتي قامت الكثير من الحسابات الرسمية للوزارات السعودية بإعادة نشرها، وقد جاء فيها: نستثمر في الأفكار والعقول ليتخطى حدود المعقول ونخلق بيئة تحميهم وتحمي ما بعد الفكرة الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، تنطلق بنا نحو المستقبل. كل شيء يبدأ بفكرة. فكرة قد تغير العالم إذا تحولت لواقع. خطوة جديدة نخطوها لنكتشف ماذا بعد. نطور المواهب والمبدعين لننطلق لما بعد التمكين. نستثمر في الأفكار والعقول لنتخطى حدود المعقول. نخلق بيئة فكرية خصبة تزيد من مكانة المملكة لتذهب بنا إلى مكان أبعد. نخلق بيئة تحميهم وتحمي ما بعد الفكرة. استراتيجية تنطلق بنا